يبدو أن سيناريو محاولات الممثل ديفيد كيم في العثور على ابنته التي اختفت في ظروف غامضة والتي قدمها في فيلم سيرتشينج لم تنال إعجاب الجمهور، فلم يحقق الفيلم سوى المرتبة الخامسة بواقع 5 ملايين دولار في شباك السينما الأمريكية. والعمل الذي أنتج في الولايات المتحدة من إخراج آن الشاغانتي وبطولة مارغوت وبيتر وروزماري فيك. وفي المرتبة الرابعة تصدر فيلم أوبريشن فاينل نظيره السابق على الرغم من أول عرض له، إذ بلغت إيراداته 6 ملايين دولار، والفيلم من بطولة بيتر مالكن وأودولف إخمان وإخراج كريس ويتز. This is strictly catch and extract. Eichmann will stand trial here in Israel. The end you always feared is coming. And the blood will be on your hands. وعلى مدى أسبوعين متتاليين ما زال فيلم المهمة المستحيلة الجزء السادس ميجن امبيسيبل فول اوت يتربع على المرتبة الثالثة، ووصلت مبيعاته في عرضه الثالث إلى 7 ملايين دولار. والعمل من إخراج كريستوفر ماكويري وبطولة توم كروز وهنري كافيل. وفي المرتبة الثانية حافظ فيلم The Meg على مركزه للأسبوع الثاني، إذ حقق أكثر من 10 ملايين دولار، والفيلم من بطولة جيسون ستاثم وروبي روز وإخراج جون تيرتلتوب. Megalodon. But for you, you may think it's old-fashioned. Don't you want Nick to be happy? I know you're not what Nick needs. وأخيرا أحرز فيلم Crazy Rich Asians المركز الأول في مبيعات شباك السينما الأمريكية لهذا الأسبوع بواقع 22 مليون دولار، والعمل من إخراج جون إيميت شو وبطولة كونستانس وو وهنري جولدينغ. He might spend the rest of his life resenting you.